يتقاذفون الكرة فيما بينهم، ويتقاذفون معها الاتهامات بالتأخير في إنجاز صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس. سيل من المعلومات المتضاربة يحيط بالصفقة، ولا شيء واضح يسد رمق المتابعين أو ذوي الأسرة. فالاجتماعات الماراثونية التي عقدتها اللجنة السباعية الإسرائيلية لم تتخذ قرارا بشأن الموافقة أو الرفض على الصفقة، وجل ما صدر عنها هو بيان عن مكتب رئيس الحكومة يقول إنه أعطى تعليمات لفريقه التفاوضي لمواصلة الجهود لإعادة شاليط، ولكن ليس بأي ثمن. الحكومة الإسرائيلية وبالأخص أنا ورئيس الأركان نريد أن يعود جلعاد إلى الوطن، ولكن ليس بأي ثمن بل بثمن معقول ومنطقي. مصادر سياسية إسرائيلية أشارت إلى أن تل أبيب وافقت على صفقة الأسرى شريطة ترحيل عدد من المحررين إلى خارج الضفة الغربية. أما حماس التي ما زالت تنتظر وصول الوسيط الألماني إلى غزة لمعرفة رد إسرائيل الرسمي، فرفضت ترحيل أي أسير، كما اتخذت قرارا بعدم الحديث عن الصفقة في الإعلام، محملة إسرائيل مسؤولية التأخير. الصفقة لها عناوينها والمقاومة التي هي تبت في ذلك، ولكن أقول أن الكرة في ملعب الإسرائيليين لتعنتهم بعدم يعني قبولهم لشروط الإخوة في المقاومة. يبدو أن نتنياهو الذي طالما رفض عقد صفقات تبادل مع من يصفهم بالمنظمات الإرهابية يقع بين نارين: نار الضغط الشعبي المطالب بإتمام الصفقة مهما كان الثمن، ونار تحالفه اليميني المتطرف الذي يخشى من أبعاد سياسية واستراتيجية من إطلاق سراح نحو 1000 أسير مقابل شاليط. لا أريد أن أكون مكان نتنياهو في اتخاذ هكذا قرار. الواقع أن شاليط هو جندي في الجيش الإسرائيلي أرسل من قبل الحكومة، وعلى الحكومة إعادته إلى أهله. أعتقد أننا يجب أن ندفع ثمن إطلاق سراحه، وهو الإفراج عن مجرمين أيديهم ملطخة بالدم، لأنه على ما يبدو ليس هنالك حل آخر. تعتيب كبير وأخبار لا تعد كونها تسريبات أو نقلا عن مصادر، فيما تدخل صفقة التبادل في مرحلة حرجة قد تعود معها الأمور إلى المربع الأول، ويتم نسف المبادرة نسفا كاملا، أو تتحول إلى حقيقة واقعة في غمضة عين. أحمد السباعي، روسيا اليوم.